حصن بن غفيلة واحد من أهم حصون اليمن العريقة والقديمة، ويمثل رمزاً تاريخياً وحضارياً على أهمية الحصون والقلاع في تاريخ اليمنيين وحضارتهم. الحصن الواقع في مدينة الغيضاء يعود عمره لأكثر من 400 عام، ويعد من أبرز الحصون في محافظة المهرة، وتعود ملكيته لبيت غفيلة والذي سمي الحصن باسمهم. يتكون هذا الحصن من 3 طوابق، أحدها يستخدم لتخزين التمور والحبوب، والدور الثاني يتكون من غرف للنوم والراحة ومخازن للسلاح، فيما يستقبل الدور الثالث الضيوف كما كان مكاناً ينزل فيه السلطان عيسى بن علي آخر سلاطين الدولة المهرية والسقطرية. يتبع الحصن الطراز المعماري المهري بنمط نوافذه المختلفة عن بقية الأنماط المعروفة في المدن اليمنية، وتتكون النوافذ من 4 فتحات وتعلو زوايا سقف الحصن قرون الوعل التي كانت توضع كتعويذة لطرد الأرواح الشريرة وجلب الحظ الحسن في الثقافة الشعبية. تأثر الحصن بالبناء العشوائي القريب منه، كما تعرضت في العام 2018 مدينة الغيضة لإعصار تسبب بالكثير من الأضرار البشرية والمادية، وكان لحصن بن غفيلة نصيب كبير من الضرر، ما جعله عرضة للسقوط والتهدم. لكن تم ترميم الحصن في العام 2021 ليستمر قائماً كمعلماً تاريخياً من أبرز معالم المهرة.